تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التعريفية لورشة عمل المحاسب المالي. خليني اشرح لك استاذ احمد خريطة الطريق بتاعتنا، يعني هنمشي ازاي وايه هي الدورة بتاعتنا. تمام. لو استعرضنا كده مع بعض البرزنتيشن اللي في الدورة، ظهر عندك؟ ظهر. ايوه تمام. تمام. اسمها دورة إعداد المحاسبين لسوق العمل أو دورة المحاسب المالي. بندرس فيها المحاسبة وتعريفاتها، تمام؟ تمام. وبندرس الهيئات العلمية وتعريفاتها للمحاسبة برضو. ناخد إيه هي الوظائف الأساسية للمحاسبة؟ إن المحاسبة هي عملية إن أنا بيبقى عندي مستندات ومعاملات مالية أثناء اليوم، أعمل لها عملية تحليل وتسجيل، أسجلها في البرنامج المحاسبي عشان أطلع بيها في النهاية قوائم دخل قوائم مالية وتقارير. لمين؟ لمتخذ القرار عشان يقدر ياخد بيها قرارات إيه؟ اقتصادية. بس لما أجي تمام. أصمم نظام لازم أحدد مين اللي هم المستخدمين بتوعي واحتياجاتهم عشان أقدر أصمم نظام كويس أدخل فيه المعلومات، يخرج من الناحية التانية إيه؟ معلومات مفيدة لمتخذين القرار. تمام. وطبعا بتعرف على ايه مين هم المستخدمين القرارات بتاعتي. بالمناسبة كده خليني أسألك سؤال على هامش الدورة، وايه الفرق بين التقارير وبين القوائم؟ التقارير دي القوائم بتساعد ان متخذ القرار مثلا مستفيد منها اللي هم الملاك، تمام، لمدى يشوفها يعني مثلا مدى ربحية النشاط، وبيستفيد منها الموظف، يعني مثلا واحد زي داخل عايز يشوف وظيفة، او الموظف بالنفس الموظف اللي في الشركة عشان يشوف في مستقبل الشركة ماشي ازاي، وبيستفيد منه المستثمرين برضه، وبيستفيد منه المساهمين، دي اللي بيستفيد منها من القوائم المالية، وبيستفيد منها برضو المقرضين زي البنوك مثلا، بتشوف مدى قدرة المنشأة على الالتزام في سداد التزاماتها. طيب تمام. دي اللي هي القوائم المالية بتساعد في الحاجات دي. التقارير بقى ممكن في تقارير يعني تقارير محاسبية، صح؟ التقارير انا اعتقد هي نفس النظام، قريبة يعني، ما اختلافها اختلاف بسيط يعني. طيب خلينا نقول ان التقارير، انت حضرتك في شركتك عندك تقارير تمام. كتير قليل، عندك كمية كبيرة من التقارير، وانا أكيد. في شركتي عندي تقارير بس تمام. تقاريري مش زي تقاريرك، تمام؟ تمام. فدي اول حاجة. طيب هل انا ينفع اطلع على التقارير بتاعت الشركة بتاعتك؟ مستحيل، تمام؟ ما اقدرش انا أكيد. اعرف تمام. بيانات عن المبيعات او عن التكلفة بتاعت الشركة بتاعتك، والا دي اسرار. انا كده ايه؟ تمام. عرفت الشركة ماشية مظبوط. ازاي. يبقى ايه تمام. ده؟ التقارير اول حاجة فيها بنقول ان هي شأن داخلي لكل شركة، يعني زي خلطة تمام. ماكدونالدز كده، عارف ماكدونالدز وكنتاكي عندهم خلطة تمام. سرية محدش يعرفها، أكيد. التقارير دي هي الخلطة بتاعت كل شركة. التقارير هي شأن داخلي لكل شركة، فإذا المستخدمين التقارير هم ايه؟ اللي جوه الشركة من داخل. أمراء وأصحاب الشركة وما إلى ذلك. تمام. بينما القوائم المالية، القوائم اللي أنا بستخدمها أنت بتستخدم زيها بالظبط مع اختلاف تمام. الكميات أو اختلاف النشاط. تمام. يعني أنا بستخدم قائمة فيها أصول وفيها التزامات وفيها حقوق ملكية وفي تمام. أرباح وفي خسائر وفي بتاع ده إيرادات ومصروفات أو مبيعات وإيه تكلفة. حضرتك بتستخدم نفس اللي أنا بستخدمه، بس الفرق مثلا أنت مقاولات، أنا مثلا ببيع سلعة، هيبقى بدل ما عندك اسمها ايرادات عندنا هيبقى اسمها مبيعات، لان انت بتقدم خدمه مش بتبيع حاجه، تمام؟ تمام بينما انا ببيع حاجه سلعه على بعضها، اوكي؟ تمام فانا عندي ماشي. تكلفه بالسلعه دي، انت عندك مصروفات العمليات او المصروفات المباشره بتاعت الايه؟ المقاولات بتاعتك، اوكي؟ او مصروفات المشاريع لو هي مشاريع يعني. عندك اصول، عندي اصول، عندي التزامات، عندك التزامات. القائم اللي بتجي لك من المحاسب القانوني زي اللي بتجي لي بالظبط، هم اربعه، تمام. قائمه الدخل، قائمه التغير في حقوق الملكيه، قائمه المركز المالي،
التدفقات النقدية. التدفقات النقدية دلوقتي قائمة الدخل اسمها اتغير، بقى اسمها ايه؟ قائمة الايه؟ الأرباح والخسائر والدخل الشامل، ده الجديد في تمام القائمة وفقا تمام للمنهج. هنتعرف عليها برضه في الدورة بتاعت رئيس الحسابات ونفهم هي عبارة عن ايه وبتتكون ازاي. يبقى إذا القوائم المالية هي شأن ايه؟ خارجي، تتعامل بها الشركة مع الجهات الرسمية من الجهات الحكومية والبنوك والمستثمرين الخارجين. لو انا شركه اسهم، فالقوائم دي انا بنشرها في الجرايد فيقدر اي تمام حد يدخل يقراها. تمام؟ تمام رجال الاعمال، المقرضون زي البنوك برضو. يبقى اذا القوائم بتتمتع بحاجه مهمه قوي، ان هي لازم تكون مدققه من طرف خارجي اللي هو مين؟ المحاسب المحاسب القانوني. القانون. تمام ما ينفعش ان انا اخد كده القائمه الماليه بتاعتي اروح اوديها البنك وانا اللي عاملها، ما ينفعش. صح تمام. لازم في وعشان طرف مصلحة الزكاة والدخل لازم برضو يبقى فيه دقة. مصلحه الزكاه والدخل، المحاسب القانوني اللي بتاع، اسف، البنوك، وزاره البنوك التجاره، كل دول مش هيقبلوها مني الا لو كان في محاسب ايه؟ محاسب قانوني معتمد. تمام. يبقى اذا القوائم هي القوائم الرسمية التي يتعامل بها مع الجهات الرسمية من جهات حكومية وبنوك ومقرضون ومستثمرين، بينما التقارير هي شأن داخلي للشركة تتعامل بها مع مدرائها ومع أصحابها. ماشي يا ريس؟ تمام تمام؟ تمام ماشي دي من الحاجات اللي هندرسها يعني. تمام. عندنا طبعا ادي مستخدمون ايه؟ خارجيون زي المستثمرون والمقرضون والهيئات الحكومية منافسين. عندنا مستخدمون داخليون زي الملاك والمديرون الموظفين. موظفين. تمام مظبوط. تمام. نستعرض مع بعض برضو ايه المحاسبه كفكره، واداره الحسابات ازاي، محاسبه التكاليف وتعريفها وعلاقتها بالاداره الماليه، وبعد بقى التعريفات عن المخزون والمقرضون والقيد المركب والالتزامات. نتعرف على كل بند تعريفاته ايه وفقا للمعايير، الاصول وانواعها والخصوم وانواعها، تمام. الايرادات برضو تعرفها، والمصروفات برضو تعرفها انواعها، او الملكيه وانواعها الاساسيه. تمام بناخد حاجه اسمها معادله المحاسبه، تمام بس فيها بقى ايه ازاي تقسيم بالظبط. المحاسبه اللي بناء عليها بتعمل القيود. تمام دول بتساوي الخصوم وحقوق الملكيه، بس دي ليها شرح كبير بناخده في حالة عملية في الإكسل كده، نتعرف إزاي بالظبط أي قيد يجي لي أعمله إزاي وفقا للمعادلة دي. تمام؟ تمام بعد كده نتدرب على مجموعة من القيود وفقا لمعادلة المحاسبة دي، حالات عملية، وبعدين بنروح نتعلم في قواعد المحاسبة إزاي إن أنا أجيب مدراء جيدين عشان يعملوا لي بادجت للشركة أو موازنة عشان أقدر أخطط للمستقبل. وبعدين بتعرف بعد كده على ان المحاسبه هي وسيله لمساعده متخذ القرار. بتعرف على ايه هي مبادئ المحاسبه المقبوله اللي منها اتعملت مهنه المحاسبه او بتعتمد عليها بشكل كبير، واللي اعتمدوا عليها في ان هم يعملوا ايه المعايير اللي اسمها الجاب. تمام تمام. اللي هي بالنسبه لنا تعتبر لغه المحاسبين، مبادئ المحاسبه زي مبدا الحيطه والحذر، مبدا اللهم صل وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، مقابله الايرادات بالمصروفات، الفتره، تمام هي كل دي مبادئ محاسبيه احنا ما نعرفش نشتغل من غيرها. بعد كده تمام بتقول الهيئات اللي بتنظم مهنه المحاسبه، وبنبتدي بقى ناخد المبادئ اهي المحاسبيه اللي هي الكيان الافتراضي، الاستمراريه، تقييم الاصول، التكلفه التاريخيه، القيمه السوقيه، اعتراف بالمستقبل، المسؤوليه، كل ده بنتعرف عليه، الفترة المحاسبية، تحقق الإيراد، طبقة المصروفات بالإيراد، وحدة القياس، مبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ، ولا في صح الكلام. ونبتدي بقى نتعرف على الطرق اللي إحنا بنشتغل بيها في الحسابات اللي هو الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق. إحنا طبعًا كلنا شغالين بأساس الاستحقاق. تمام مظبوط. نبتدي نتعرف على الفرق بين الطريقتين. تمام بالتفصيل. وبعدين بنبتدي نتعرف على مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف. وايه هو القيد المزدوج، ونبتدي ناخد عليه شويه قيود برضه محاسبيه كده مع بعض التعريفات.
ناخد حالات عمليه وشويه قيود برضو تانية على الفيد المستوى والمحاسبه. بعد كده بنبتدي بقى ناخد ايه دوره الدوره المحاسبيه ازاي، يوميه وبعد اليوميه يبقى في عندي استاذ عام نبتدي نتعرف بعد كده عليه. تمام. بإذن المراجعة. تمام. ده المراجعة والترحيل للحسابات إزاي؟ ده الأستاذ العام بنتعرف عليه، بنتعرف على شكل البرنامج المحاسبي من جوه بيبقى عامل إزاي؟ برامج الـ ARP اللي هي مش بتبقى واحد بيسجل قيود. لا احنا شغالين على الاودو على فكرة، عندنا الاودو. أنا شغال على الأوضة على فكرة. برنامج تمام. جميل جدا على فكرة. لا مو برنامج كويس، بس احنا لسه يعني بادئين فيه، يعني لسه بادئين جديد. احنا كنا شغالين الاول على وائل، فبننقل القاعده دلوقتي عشان بدأنا في الاودو يعني، فلسه الشركه والله يا ريس متعاقده انا معانا. يعني هدي لك برنامج هوريه لك دلوقتي اسمه البيتش 3، هينفعك يدربك على عارف كل البيتش برنامج 3 تشتغل عليه. عارف انت البيتش 3؟ يعني، بس ما درستوش قوي يعني، كنت اخد الدوره بتاعته. هو ليه دورات على فكره البيتش 3؟ انا هدي لك بس البرنامج نفسه هحمله لك عندك على الكمبيوتر بتاعك بحيث تقدر ان انت تشتغل عليه سواء اثناء الدوره. مش خلاص انت تمام. معاك كمبيوتر او لابتوب؟ لا والله ممكن عادي اشتري، مفيش مشكلة، هندبرها سهلة ان شاء الله. ولو في كمبيوتر في الشغل ممكن احمله لك عليه لو تحب يعني. عندي اكيد طبعا، عندي كمبيوتر في الشغل شغال عليه. طيب المهم بنتعرف على الترحيل بيتم ازاي وشكل الحسابات. تمام. تمام. انواع الترحيل وميزان المراجعه طبعا نتعرف عليه وهو ايه وطبيعته ازاي وشكله ازاي وعمليه الترحيل واخطاء الترحيل. وبعدين نبتدي بعد كده نخش على القائمة المالية نتعرف عليها وأنواعها وإيه المعلومات اللي بتتسجل في كل قائمة. ناخد قائمة الدخل ونتعرف عليها وعلى إزاي نعملها. وبناخد برضو قائمة المركز المالي. تمام. تمام نتعرف على بنودها. تمام. وبناخد عليها برضو إيه حالة عملية في الآخر بحيث ان احنا كده يبقى ايه خلصنا الدوره بتاعتنا. طبعا البرزنتيشن اللي انا شايفه ده قدامك فيه نظر كتير، لكن هو احنا بنشتغل بالتوازي بينه وبين حالاته العمليه وبين شغلنا على البرنامج المحاسبي اللي انا هوريه لك كمان شويه. خليني تمام اوريك البرنامج المحاسبي عشان نبقى ايه تبقى عارف احنا هنشتغل ازاي. ده البرنامج البيتش 3 اللي احنا بنشتغل عليه. باين قدامك يا استاذ احمد؟ باين يا باشمهندس. تمام. البرنامج المحاسبي عندنا مقسم الى حاجتين اساسيين، حاجه اسمها مينتين اللي انا بكون منها لو انا عايز اكون اي حساب، عايز اكون اي مثلا زي كارت الصنف زي كده. تمام. او لو عايز اعمل مثلا اي حساب في الدليل المحاسبي، ادي دليل الحسابات قدامك اهو في كل الحسابات، عملاء، موردين، مخزون، كله. تمام. تمام. نروح نكونه سوا، نعمل دليل حسابات مع بعض، وبعدين نروح نعمل شركة نعمل لها القيود بتاعتها. تمام. نعمل لها تمام. القيود بقى من اول تكوين رأس المال مثلا، وبعدين سداد رأس المال، نبتدي نمشي بقى فيها، نعمل قيود اللي هي الإقفال اللي هي زي المقدمات والمؤخرات، مصروف المقدم مثلا إيجار مقدم نتعرف عليه، مصروف الاستحقاق نعرف مصروفات المستحق برضه بتتعمل إزاي، كل المواصفات المستحقة نعملها. بنشتغل شهري، بنقفل شهر بشهر. تمام. تمام. استنى لنهاية السنة؟ لا، الصح ان انا اقفل شهر بشهر يكون عندي القدرات على كده. تمام. وبعدين بعد كده بنروح ان ايه نشتغل على اللهم صل على سيدنا محمد ان احنا نعمل عملية البيع والشراء، نتعرف على ازاي الاجراءات الفعلية للبيع والشراء،
ازاي ابيع وازاي اشتري وازاي اعمل فواتير مبيعات زي كده مثلا، في فاتوره مبيعات العميل ورقم الفاتوره والتاريخ والصنف، الكميه المستلمه، اسم الصنف والسعر والاجمالي. واروح اشتغل برضه على فواتير المشتريات زيها كده، واعرف ازاي برضه الدوره بتاعت المشتريات، نتعرف على عمليه البيع والشراء في دفاتر المشتري ودفاتر البائع. انت منين يا استاذ؟ شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من المنوفيه. اهلا وسهلا. الله يخليك يا باشا، حضرتك من احنا قلوبيه جنبنا على طول يعني. وانا بلد والدي اسمها بيت السباع في بنها، يعني جنب بنها على طول. ليه يا اصحابي من بنها؟ تمام. كنت بنزل بنها يعني احيانا بس مش كتير اهو. يعني بتقف في القطر كده تعمل من بنها. ايوه على طول. عشان الكمساري ما يرخدكش. القصه بيقول لك عامل من بنها، يعني هو مش من بنها، هو محافظه بعدها بس عامل بعد من هنا بنها عشان ما ننزلش، عشان الكمساري ما يطلعوش. يعني امال حضرتك منين انت بقى؟ ساكن في القاهره ولا فين؟ انا من القاهره، انا في مدينه نصر. تسلم يا باشا، ربنا الله يخليك. يزيدك يا باشا. اللهم صل على سيدنا محمد. دي برضه فاتوره مشتريات، ده المورد ورقم الفاتوره والتاريخ والكميه المشتراه والسعر، تمام، والمخزن اللي هنخزنه فيها برضه. هنا بص بيفتح لك بيتيحلك ان انت تقدر تدخل على الدليل عشان تحدد انت عايز تحطها في انهي مخزن بالظبط، تمام. بنتدرب برضه على الفواتير دي ازاي بتتعمل وطريقه يعني استخدمها ازاي وكده. تمام. اللهم صل وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد كده بنروح للتقارير الماليه بقى عندنا. وشوف بقى احنا كلنا بنتكلم على التقارير والقوائم، فعندي هنا بص ده بس تقارير الاستاذ العام، عندي دي تقارير بص العملاء قد ايه، كل دي تقارير العملاء والمبيعات، تقارير الموردين والمشتريات بص قد ايه، تقارير تمام. الرواتب والاجور، تقارير هنا بقى الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية، كل ده هنا، تمام، غير تقارير عن المخزون، تمام. فإذا زي ما اتفقنا أنا وأنت إن التقارير شأن داخلي، كل شركة ليها تقارير اللي تقدر تعملها، وحسب ما البرنامج بيديك يبقى عندك تقارير. يمكن الأودو أنا بحس إن هو فقير شوية في التقارير، مش كتير يعني، ولا أنت رأيك إيه؟ ولا لسه ما شفتوش الاودو يا احمد؟ الاودو تقاريره كتير. لا تقرروا لسه. لا والله لا، اللي شغال عليه دلوقتي اليومية لسه يعني، بننقل القاعدة التانية فشغالين تمام لسه، ما دخلناش جواه قوي يعني. يعني احنا المحاضرات بتاعتنا في دورة المحاسب المالي دي بيبقى بالنسبة لنا ان احنا نكون شركة مع بعض، دي بنسميها مشروع تخرج، بينتهي بان احنا نعمل ميزانيه وقائمه دخل، تمام. يعني بيبقى شكل، حتى تمام. الميزانيه بيبقى شكلها كده اهو. انا بعرف اعمل دوره كامله على الاكسل يعني، ممكن اعمل يوميه واعمل استاذ واعمل ميزان مراجعه، كل ده بخليه يسمع مع بعضه. بس هي الفكره ان انا يعني حاسس ان انا مش الخبره، مش الحاجه اللي مش واثق في امكانياتي قوي، فاهم استاذنا؟ هي الخبرة بتبقى عايزة وقت برضه شوية. ما انا بقول لك يعني، انا على الاكسل ممكن اعمل كود يوميه، استخدم الدوال اللي انا اسمع مثلا في الاستاذ يعني، اكتب الكود يسمع حتى يعمل ميزانيه يعني، يعمل قائمه مركز مالي لوحده، أيوة. فاهم عليا؟ بس عايز بقى افهم يعني مثلا التحاليل بتاعتها، وصلت للاخر المجموع استفاد منه بايه كده يعني، ده اللي انا الذكاء والدخل، الحاجات اللي انا ممكن استفاد منها يعني، إن شاء الله بإذن ازاي الله اتخذ قرار. من خلال الدورتين دول ممكن يعني نوصل مع بعض، توصل لفورمه كويسه، لان انا اللي انا بقدر اديهولك في الدورتين دول ان انا باسسك كويس في المحاسب المالي، وبعدين دوره بقى رئيس الحسابات انا بدي لك احدث حاجه المعايير قالتها، بحيث تبقى انت بتشتغل صح، ولو جالك محاسب قانوني تبقى عارف ايه اللي هو طالبه منك. في نفس الوقت اللي انا بقدر اقدمهولك هي اغلى حاجه عندي، هي الخبره اللي انا خدتها في حياتي كلها، يعني الى جانب الماده العلميه انا بنقل لك خبراتي، ان احنا ورشه عمل،
يعني بحاول قدر المستطاع نقل لك اكبر قدر من معايير اللي الخدمات. هي الاي اف ار اس. اه بالظبط. بس احنا طبعا بناخد المعايير اللي هي بتطبق اكيد هنا في اكيد المملكه العربيه تمام. السعوديه. طيب دي قائمه مثلا المركز المالي، ادي الاصول المتداوله، الاصول الثابته، مجمعات الاهلاك، وادي الخصوم المتداوله، وايه وحقوق الملكيه. تمام. دي مثلا شكل قائمه الايه المركز المالي اللي احنا ممكن نعملها من البرنامج. وهناخد برضو قائمه دخل كذلك. فاحنا هنشتغل الدوره بتاعتنا دي بحيث ان احنا نوصل في تمام النهايه ان احنا عملنا قائمه دخل، قائمه مركز مالي، ونعرف ازاي ان احنا بنعمل قيود الاقفال شهري، ان احنا نقفل في نهايه كل شهر. تمام. بس ده باختصار يعني تمام الدوره تمام بتاعتنا وايه اللي هيدور فيها ان شاء الله. تمام. يعني بنقفل كل شهر، حتى لو العقد مثلا ما جتش، مثلا يعني انا صرفت كذا بقفل على اللي موجود، على اللي داخل البرنامج، صح؟ بالظبط. تمام لازم اكون تمام كده، لازم اكون جاهز اول باول، بحيث اي حد يطلب مني قائمه دخل، يطلب مني تقرير مالي، اديه له على طول. ده مش تمام هيجي الا من خلال المعرفه، ان احنا نعرف ازاي بتتعمل الحاجه عشان نبقى جاهزين ازاي. مش عايزين نبقى واحد زي واحد صاحبنا مصري سافر اليابان، فلما راح هناك هو ما بيعرفش اصلا يتكلم عربي كويس. لما راح اليابان ما يعرفش ياباني، واحد ياباني كده ابن حلال تعرف عليه كان بيدرس في الازهر، فالراجل ده تمام بقى هو المتولي بقى، يعني عرفه الشغل فين يعمل ايه وشغله وكده، وابتدى ايه يعني يتعامل، ما يلحقه لما يكون هيغلط ولا حاجه، ويعلمه كام حاجه يمشي نفسه بيه. فجه الراجل الياباني ده تعب ودخل مستشفى، دخل انعاش. الراجل تمام المصري عرف، فجري بقى راح يزوره يعني وكده، فلقى الراجل الياباني تعبان قوي، فراح قاعد جنبه على الايه على السرير. فاول ما قعد على السرير الراجل الياباني قاعد يقول له يوكوهاما يوكوهاما. الراجل يقول له مين يوكوهاما دي؟ قول لي بس، لو هي بنتك، لو بنتك انا ادور عليها، بنتك هي بنتي. يقول له يوكوهاما يوكوهاما. قول لي يا عم بس قول لي هي فين وانا عينيا ليها، بنتك هي بنتي ما تخافش. المهم فضل قاعد معاه، خلص الزياره وروح يوم كده ولا يومين، عرف ان الراجل مات. فراح بقى يعزي في العزاء، فقعد في العزاء كده عمال يقول بقى في العزاء ايه، انت فين يا يوكوهاما يا بنت، انت فين، ابوك موصيك عليا، انت فين، موصين عليكي ولا ايه، انت فين يا يوكوهاما، انا عينيا ليكي بس اشوفك. واحد مصري قاعد جنبه يقول له انت عارف يعني ايه يوكوهاما؟ قال له يعني ايه؟ قال له يعني بيقول لك قوم من على انبوب، على خرطوم الاكسجين. يعني هو اللي موته. هو اللي قضى عليه. احنا مش عايزين نبقى زي اخونا بتاع ابراهيم، نبقى عايزين كده اكيد طبعا. نبقى فاهمين كويس وعارفين ايه امورنا ماشيه ازاي باذن الله. ماشي يا استاذ احمد، تمام انا سعدت تمام تمام حضرتك، ان شاء الله وانا كمان لو في نصيب طب يا حضرتك. استاذنا، ايه نظام حضرتك التكلفه ازاي، الدنيا ماشيه كده برضه، عشان ايه يعني. حضرتك تتواصل مع استاذ ابراهيم، هيدي لك التفاصيل بالظبط، ويدي لك الميعاد تمام المناسب ليك ولينا، ويتفق معاك على كل حاجه. خلاص ماشي ماشي، تسلم يا دكتور، فرصه سعيده حبيبي. على راسي على راسي، انا اسعد والله، انا اسعد والله يا باشا، في رعايه الله يا باشا، سلام سلام يا باشا.